تطير في النهر، حيث تزداد صخور الجرانيت الداكنة على ضفتي النهر. هذه الصخور مخطوط يقول إن إيزيس إلهة فيلة تمتلك الأراضي الممتدة من الشلال الأول إلى الشلال الثاني. تقع كلبشة على جانبي النهر وتشغل الموقع القديم لمدينة تلميذ. يعتبر معبد كلبشة من أكبر المعابد الصخرية الجميلة المشيدة في بلاد النوبة السفلى. بني معبد كلبشة في عهد الملك أمنحتب الثاني ابن الملك تحتمس الثالث في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. زاد عليه بعض أباطرة الرومان مثل أغسطس وكاليجولا وتراجان، وخصص لعبادة إله الشمس النوبي مندوليس. يقول شامبليون: ثم انطلقنا إلى معبد كلبشة في السابعة والعشرين، حيث اكتشفنا جيلا جديدا من الآلهة يكمل سلسلة الصور التي يتجلى فيها آمون الذي يمثل منبع ومصب كل الذوات الإلهية. فآمون رع الخالق الأزلي هو أباه، وينعت بزوج أمه الإلهة تيموت التي تمثل جانبه الأنثوي الموجود في ذاته التي هي ذكر وأنثى في نفس الوقت. المعبد في جملته في حالة جيدة من الحفظ. للأعمدة المتبقية في المعبد تيجان زهرية، ويصل ما بينها جدران ستائرية. وما بقي من الآلهة المصرية
ليس إلا أشكالا وصورا لهذين المكونين الأساسيين، وتجردات بحتة للكائن الأعظم. لذلك فإن تلك الأشكال الفرعونية تكون سلسلة متواصلة تهبط من السماوات وتتجسد على الأرض في هيئات آدمية، ويعتبر حورس آخر تلك التجسيدات وآخر حلقة في السلسلة الإلهية. وتتمثل نقطة انطلاق الميثولوجيا المصرية في ثالوث يتكون من عناصر آمون رع الثلاث، أي آمون الذكر والأب، وموت الأنثى والأم، وخنس الإبن. وعندما تجلى ذلك الثالوث على الأرض تحول إلى أوزوريس وإيزيس وحورس. إلا أن هذا التناظر ليس تماما، لأن أوزوريس وإيزيس أخوان. ولقد عثرت أخيرا في كلبشة على الثالوث النهائي الذي يمتزج أعضاؤه الثلاثة تماما في أعضاء الثالوث الجوهري، فحورس ينتحل بالفعل لقب زوج أمه، أما الطفل الذي رزق به من أمه إيزيس والذي يدعى ملولي هو معبود كلبشة الرئيسي. كما تعطينا العديد من النقوش البارزة سلسلة نسبه، وهكذا يتكون الثالوث النهائي من حورس وأمه إيزيس وابنهما ملولي، وهم يطابقون تماما الثالوث الجوهري الذي يتكون من آمون وأمه موت وابنهما خنس. لذلك فقد عبد ملولي في كلبشة في صورة مشابهة لصورة خنس. وفضلا عن ذلك فقد تيقنت من أن معبد ملولي في كلبشة قد مر بثلاث مراحل مختلفة، الأولى في عهد أمنحوتب الثاني خليفة تحتمس الثالث، والثانية في عهد البطالمة، أما الثالثة والأخيرة والتي تركت المعبد على حالته الراهنة دون أن يكتمل فقد كانت في عهد الأباطرة أغسطس وكاليجولا وتراجان. كما أن نصوص الإله ملولي المنحوتة في قطعة من نقوش المعبد الأول والتي أعيد استخدامها في ثالث مراحل بناء المعبد لا تختلف في شيء عن أكثر النصوص حداثة. ومن ناحية أخرى فقد تقاسمت الآلهة على نحو ما مصر والنوبة، مكونة بذلك نوعا من التقسيم الإقطاعي، فلكل مدينة رب يحميها، خنوم وساتت يحكمان إليفنتين وأسوان، وسلطتهما تشمل النوبة كلها، وراحور أختي يحكم أبو سمبل والدر وعمدة، وابتاح يهيمن على جرف حسين، وعنقت على المساخيط، وتحوت على كل نوبة، بالإضافة إلى مناطق نفوذه الرئيسية في جبل عدة والدكة، وأوزوريس سيد دندور، وإيزيس أميرة فيلة، وحتحور تحكم أبو سمبل، وأخيرا ملولي يهيمن على كلبشة. يمكن الوصول للسطح الأعلى للأجزاء الأمامية من المبنى بواسطة مجموعة من الدرجات. أما الغرفة الأمامية الثانية فنشاهد فيها مناظر للملوك وأباطرة الرومان يتعبدون للآلهة.
يبدو أن الفنانين قد أسرفوا في تنسيق الملابس وأغطية الرأس للآلهة والفراعنة، حتى إن الآلهة يبدون بالملامح الزنجية السائدة. يقول شامبليون: وهكذا يتضح لنا أن العقائد الدينية المحلية التي كانت سائدة في كل مدن وضياع النوبة ومصر لم تطرأ عليها أبدا أي تعديلات، فما من شيء قد استحدث لدرجة أن الآلهة القديمة ظلت تعبد حتى لحظة قيام الديانة المسيحية بإغلاق المعابد الوثنية. مقياس النيل على الجانب القبلي للممر، ويسير سور المعبد على خط مستقيم مع الواجهة. في زاوية المعبد الجنوبية الغربية نشاهد بقايا مقصورة صغيرة تضم حجرة منحوتة في الصخر بها فناء مفتوح مع أعمدة مرتبطة بعضها ببعض بواسطة جدران ستائرية. هذا المزار هو بيت الولادة الملحق بمعبد كلبشة. يوجد أيضا مزار آخر على الواجهة الرئيسية. يقول شامبليون: وعلى مقربة من كلبشة يقع بيت الوالي، وهو أثر هام
استغرق عملنا فيه من يوم 28 وحتى ظهر 31 من يناير. وتصور لنا هذه اللوحات الغزوات التي شنها الملك ضد العرب وبعض الشعوب الإفريقية، ونرى الملك رمسيس متربعا فوق العرش داخل ناووس، وأمامه ابنه سيزوستريس يرتدي زي الأمراء، ويقدم له مجموعة من الأسرى العرب الأسيويين، وفي نفس الوقت يقدم له الأمير سيزوستريس القادة العسكريين وحشدا من الأسرى، كما يتبعهم أشخاص آخرون يقودون إلى الملك حيوانات حية وعجيبة تأتي من قلب إفريقية مثل الأسد والفهد والنعامة والقردة والزرافة، مرسومين بإتقان بالغ. وأخيرا تصور لنا تلك النقوش الغزوة التي شنها سيزوستريس ضد الإثيوبيين الذين أكبرهم، كما يذكر لنا ديودور الصقلي، على دفع جزية سنوية لمصر من الذهب وأخشاب الأبانوس وسن الفيل. ويغلب الطابع الديني على بقية نقوش هذا المعبد الذي كرس لعبادة الإله آمون رع العظيم والإله خنون، الصورة الثانوية التي يتجلى فيها. ويصرح الإله الأول مرات عديدة في نصوصه بأنه وهب العالم كله برا وبحرا إلى ابنه المحبوب سيد الكون الشمس التي تحرس العدالة رمسيس الثاني. ويصور لنا قدس الأقداس هذا الفرعون يرضع من ثديي المعبودتين عنقت وإيزيس، وتقول له الأولى: أنا والدتك سيدة إليفنتين، أضعك فوق ركبتي وأعطيك الثدي لترضع يا رمسيس. وتخاطبه الأخرى قائلة: أنا أمك إيزيس سيدة النوبة، أهبك فترات الأعياد تقدر كل منها 30 عام، ترشفها مع لبني وتنعم بها خلال حياة طاهرة. وقد قمت بنسخ هاتين اللوحتين والعديد من المناظر الأخرى، من بينها نقشين بارزين يصوران انتصار الملك على شعوب الجنوب وعلى شعوب الشمال. وقد أحزنني مغادرة أثر بيت الوالي الذي يعد آخر الآثار الرائعة الموجودة بين كلبشة وطيب.